قامت جمعية القلم الثقافية والتنموية بالتعاون مع الجمعية غير حكومية بدولة الكويت بتوزيع أضاحي العيد للمحتاجين، وذلك بمدينة أم التيمان حاضرة إقليم سلامات. المناسبة كانت بحضور الممثل الدائم للجمعية بالمنطقة أحمد سليمان بريما وعدد من سكان مدينة أم التيمان. إشراق عبد الله. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر شعيرة من شعائر الدين الإسلامي الحنيف، حيث قامت جمعية القلم للثقافة والتنمية بتوزيع أضاحي العيد للمحتاجين بمدينة أم التيمان حاضرة إقليم سلامات، سيما أن المؤسسة مقرها الرئيسي بمدينة بنغور، وقامت بتنفيذ مشروع عيد الأضحى لهذا العام بمدينة أم التيمان. وعلى هذا المنوال وزعت الجمعية منذ اليوم الأول للعيد حوالي أكثر من 10 بقرة وزعت في أحياء المدينة لأكثر من 400 أسرة وعائلة محتاجة. على حسب قول الممثل الدائم للجمعية بالمنطقة أحمد سليمان بريمة، قال بأن توزيع أضاحي العيد هذه المرة من نصيب مدينة أم التيمان حاضرة إقليم سلامات، وهي الأولى من نوعها بالمنطقة، وذلك من أجل إدخال تقاسيم أفراح العيد مع الأسر والمحتاجين. رئيس المجلس الفرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمدينة أم التيمان قدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على هذه البادرة الطيبة التي قامت بها في مساعدة المحتاجين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونشير لأن جمعية القلم للثقافة والتنمية تعمل في المجالات الخدمية والإنسانية في تقديم يد العون للضعفاء. عقد صباح اليوم الباحث والكاتب في شؤون الأديان والمقارنة بينها السيد سيلفين رومي مؤتمر نقاش تحت عنوان النقاط المشتركة بين المسيحية والإسلام. حضر المؤتمر عدد من أعضاء الكنائس الإنجيلية وبعض من المدعوين. تقرير خليل حسن صالح. بهذه الترانيم والقداسة الإنجيلية بدأ المؤتمر النقاشي الذي قدمه الكاتب والباحث في شؤون ومقارنة الأديان سيلفي غومي. وقد تمحور النقاش حول النقاط المشتركة بين الإسلام والمسيحية والتي تم استنباطها من قبل القرآن الكريم والكتاب المقدس الإنجيل. سيلفي غومي أثناء المؤتمر قال إن اختلاف الأديان هو اختلاف مظهري وليس اختلاف جوهري، ويضيف أن الهدف من هذا المؤتمر هو إزالة الحواجز القائمة بين المسلمين والمسيحيين، حيث أن بعض المسيحيين يتخوفون من الإسلام دون أدنى معرفة بجوهره، كما ينظر بعض المسلمين إلى أن المسيحية تشوبها بعض النقص والتحريف. ويرى سيلفي أنه وفقا للقرآن والإنجيل فإن الدين هو الإسلام والعقيدة واحدة، وهي ما جاء بها إبراهيم عليه السلام. إن العقيدة الحقيقية هي توحيد الله سبحانه وتعالى وترسيخ العبودية لله وحده، وأن النقد ومحاربة الآخر لم يكن يوما وسيلة ناجحة للتسويق، وأنه من الضروري بناء جسر التعايش السلمي واحترام الطرف الآخر والمؤاخاة بين الإسلام والمسيحيين وعدم إظهار الكراهية تجاه الآخر، فكلاهما ديانات سماوية لها نفس الرسالة. افتتح مساء أمس عضو المكتب التنفيذي الفيدرالية التشادية لكرة القدم فتحي دوغا أعمال الدورة التدريبية لصالح مدربي كرة القدم التشادية، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لكرة القدم فيفا. جرت المناسبة بأكاديمية فرشة لكرة القدم. عباس بكر. الفيدرالية التشادية لكرة القدم بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا نظمتا دورة تدريبية لتدريب مدربي كرة القدم، وذلك في مجال تقوية كفاءاتهم وقدراتهم في المستوى العالي لمدربي كرة القدم التشادية. الخبير بالفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا جوفيندان أشار في حديثه إلى أهمية هذه الدورة التي من خلالها تزيد من قدراتهم المعرفية، طالبا من المشاركين الاستفادة القصوى من الدورة. ممثل رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم دوغا فاتح هو الآخر تحدث عن ضرورة إحياء هذه الدورة، وأضاف بأن إقامة هذه الدورة جاء بعد إلحاء ورفع الطلب إلى الفيفا، لذا يجب على المتدربين ضرورة الالتزام والاستفادة منها. كما أن الفيدرالية التشادية لكرة القدم مع الفيدرالية الدولية الفيفا تسعيان دوما لأجل تأهيل مدربي كرة القدم آملين لإدارة كرة القدم التشادية بصورة أفضل. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.